لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه فيه خلق آدم، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه تقوم الساعة، وأخبر صلى الله عليه وسلم عن أن فيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي، أي مجتهد يدعو، يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. ورغب صلى الله عليه وسلم في التبكير في يوم الجمعة، وهذا بفضل الله حاصل للمعتكفين، فهم منذ بداية اليوم بل والليلة هم في المسجد قد بكروا. قال فيه صلى الله عليه وسلم في التبكير: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر، بكر أتى مبكرا وابتكر حضر باكورة الخطبة، يعني لم يأتي ثم انصرف بل ظل كما هو، ومشى ولم يركب، واقترب من الإمام فاستمع ولم يلغو، كانت له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. فغسل الجمعة واجب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ولذا يصح أن يخرج له المعتكف من معتكفه، لأن المعتكف لا يخرج إلا لما لا بد منه كما نص عليه الحديث، ولذلك لا يخرج إلا لغسل واجب من جنابة مثلا أو احتلام، ويخرج للوضوء الواجب ولا يخرج للمستحب ولا يخرج لغسل التبرد، وهذا أمر يجعل العبد يحتمل الظروف المختلفة. أما غسل الجمعة فواجب لأجل اجتماع المسلمين، فشرع هذا من وظائف يوم الجمعة: قراءة سورة السجدة والإنسان في فجرها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. أفضل صلاة صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. ومن وظائف يوم الجمعة قراءة سورة الكهف في ليلتها أو في يومها، والأقرب أن الحديث حسن، أعني في قراءة ليلة في قراءة الفجر سورة الكهف هي ليلة الجمعة أو يومها. الإخوة تنظم أمر الغسل بالترتيب بحيث يعني يتمكن الجميع من الاغتسال، ومن كان بيته قريبا فننصح بأن يذهبوا للاغتسال في بيتهم، فإن هذا خروج وهذا خروج، فذلك لأن الأماكن قضاء الحاجة هي خارج المسجد، وبالتالي فإذا خرج إليها يمكن أن يخرج إلى بيته، ولكن بشرط أنه لا يفعل شيئا آخر، حتى لا يجلس عند مريض، بل يغتسل ويرجع مباشرة.
كما يقضي حاجته ويرجع مباشرة. فهكذا والله أعلم. سيكون إن شاء الله تذكرة الفجر حول آيات سورة الأحزاب وقصة الأحزاب، ولا شك أنها عظيمة النفع والفائدة لكل طائفة مسلمة تواجه حروبا ومحاولات لمنعهم من إقامة الدين ونصرة الدين، وتبين لهم الأسوة الحسنة الصالحة في رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثبت معه من صحابته الكرام شدة الأحوال التي مر بها المسلمون في هذه الغزوة، كما ثبت ذلك كتابا وسنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين في صرفه أعداءهم وهزمه إياهم عام تألبوا عليهم وتحزبوا، وذلك عام الخندق. الأحزاب يعني من تجمعوا على حرب المسلمين. ظل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعني توفاه الله يدعو ربه عز وجل ويثني عليه بأنه هزم الأحزاب. في حجة الوداع كان مما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم عند الصفا والمروة لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب سريع الحساب اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. فكانت نقطة فارقة، وظل النبي صلى الله عليه وسلم متذكرا لها حيث قال فيها بعد انتهاء الغزوة الآن نغزوهم ولا يغزونا. نقطة التحول بين أن المدينة تغزى وتقصد وبعدها أصبحت هي التي تعلى أحجارها فوق أحاجر القرى، قرية تأكل القرى يعني تدخلها تحت سلطانها. قال وذلك عام الخندق، وذلك في شوال سنة 5 من الهجرة على الصحيح المشهور. وقال موسى بن عقبة وغيره كانت في سنة 4. وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفرا من أشراف يهود بني النضير الذين كانوا قد أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر، منهم سلام ابن أبي الحقيق وسلام ابن مشكم وكنانة بن الربيع، هم كانوا نقضوا العهد فأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال خرجوا إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش وألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة فأجابوهم إلى ذلك.
اليهود عندهم غل وحسد لا نظير له في كراهية الإسلام والمسلمين، والمكر بهم ومحاولة استخدام كل القوى حتى غير اليهودية في الحرب ضد الإسلام والمسلمين. يعني غزوة الأحزاب دي قوامها مشركون وفكرها يهودي، فكر من جمعوا هؤلاء الأحزاب. قال ثم خرجوا قادة اليهود إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم، فخرجت قريش في أحابيشها، التحبش التجمع، الأحابيش وناس من قبائل أخرى غير قريش اجتمعوا مع قريش وصاروا تابعين لهم في حروبهم ونحوها. قال وخرجت قريش في أحابيشها ومن تابعها، فقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب، وعلى غطفان عيينة بن حصن بن بدر، والجميع قريب من 10,000. لم يجتمع قط جيش عربي، ويعني ولا القبائل العربية بحال من الأحوال بهذا العدد قبل هذا التاريخ، لا في الإسلام ولا في الجاهلية. لندرك مدى خطر اليهود وغلهم وحسدهم. وسبحان الله، قائد قريش أسلم بعد ذلك، وقائد غطفان أسلم بعد ذلك. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم، أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة مما يلي الشرق، وذلك بإشارة سلمان الفارسي. فعمل المسلمون فيه واجتهدوا، ونقل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب وحفر، وكان في حفره ذلك آيات بينات ودلائل واضحات. روى الطبري قال خط عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف الموزني قال حدثني أبي عن أبيه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق عام ذكرت الأحزاب من أحمر الشيخين طرف بني حارثة حتى بلغ المذاد. دي أسماء زي تلال أو أماكن. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل لهم خطوط، ثم جعل 40 ذراعا بين كل 10، قسم كل 10 من الصحابة يحفروا 40 ذراع 10 متر يعني. فاختلف المهاجرون والأنصار في سلمان الفارسي، وكان رجلا قويا، فقال الأنصار سلمان منا، لأنه هو كان في المدينة قبل أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل المهاجرون، بعد رحلة طويلة كان وصل إلى المدينة. وقال المهاجرون سلمان منا، لأنه هاجر من بلاد فارس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت. قال عمرو بن عوف فكنت أنا وسلمان وحذيفة بن اليمان والنعمان بن مقر المزني وستة من الأنصار في 40 ذراعا، فحفرنا تحت دوبار حتى بلغنا الصرى. دوبار ده مكان برضو، أو ذوبار يعني معناها مرتين إذا كان في تحريف، وبلغنا الصرى يعني بلغنا الماء. أخرج الله من بطن الخندق صخرة بيضاء مروة، صخر شديد، المروة ده نوع من أنواع الصخر،
الصفا سمي يعني باسم الصخر، وقال ابيض مثل الصفا يعني مثل ايه الصخر، والمروة ايضا صخرة حادة شديدة. قال فكسرت حديدنا وشقت علينا، يعني الفؤوس اتكسرت على ايه؟ على الصخرة. فقلنا يا سلمان ارقى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره خبر هذه الصخرة، فاما ان نعدل عنها فان المعدل قريب، واما ان يامرنا فيها بامره فانا لا نحب ان نجاوز خطه. حرص الصحابه على الاتباع، يعني هم ممكن يحفروا في حته قدام الصخره دي او وراها، بس ده هيبقى خلاف الخط اللي الرسول ايه خطه. فقالوا استاذنوا، فرقى سلمان حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ضارب عليه قبة تركية، فقال رسول الله بأبينا أنت وأمنا، خرجت صخرة بيضاء من بطن الخندق مروة فكسرت حديدنا وشقت علينا حتى ما يجيء منها قليل ولا كثير. يعني نضرب فيها لا بتيجي ايه، مش هتقدر تتحرك. فمرنا فيها بأمرك فإنا لا نحب أن نجاوز خطك. فهبط رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سلمان في الخندق، ورقينا نحن التسعة على شفة الخندق، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم المعول من سلمان فضرب الصخرة ضربة صدعها، وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتيها، اللابتين حجارة سود شرقي وغربي المدينة، يعني لابتي المدينة، حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير فتح، وكبر المسلمون، ثم ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية فصدعها، وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لبتيها، حتى لكأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير فتح، ثم أخذ بيد سلمان فرق، وحتى لكأنما مصباحا في جوف بيت مظلم، فكبر رسول الله وكبر المسلمون، ثم ضربها رسول الله الثالثة فكسرها، وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لبتيها، حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم، يعني ثلاث مرات تخرج منها ضوء وتنكسر. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير فتح، ثم أخذ بيد سلمان فرقا صاعدا، فقال سلمان بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد رأيت شيئا ما رأيته قط، ان يضرب صخرة يخرج منها نور شديد. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى القوم فقال هل رأيتم ما يقول سلمان؟ قالوا نعم يا رسول الله بأبينا انت وأمنا، قد رأيناك تضرب فيخرج برق كالموج، فرأيناك تكبر فنكبر، ولا نرى شيئا غير ذلك. قال صدقتم، ضربت ضربتي الأولى فبرق الذي رأيتم أضاء رأي، قال فبرق الذي رأيتم أضاء لي منه قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب، في الظلمة كانت لأنياب كلاب بتلمع. فأخبرني جبرائيل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها، ثم ضربت الضربة الثانية فبرق الذي رأيتم أضاء لي منه قصور الحمر من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب. وأخبرني جبرائيل عليه السلام
أن أمتي ظاهرة عليها، أن أمتي ظاهرة عليها. ثم ضربت ضربتي الثالثة وبرق منها الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب. وأخبرني جبرائيل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها، فأبشروا يبلغهم النصر، وأبشروا يبلغهم النصر، فاستبشر المسلمون وقالوا الحمد لله موعود صدق بأن وعدنا النصر بعد الحصر. فطبقت الأحزاب، اجتمعت وضاق الحصار، فقال المسلمون هذا ما وعدنا الله ورسوله، وقال المنافقون ألا تعجبون، يحدثكم ويمنيكم ويعدكم الباطل، يخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى، وأنها تفتح لكم وأنكم تحفرون الخندق من الفرح، وأنتم تحفرون الخندق من الفرح من الخوف، ولا تستطيعون أن تبرزوا، يعني الذهاب إلى قضاء الحاجة في الأرض الواسعة يخافون. وأنزل الله وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله رسوله إلا غرورا. هذه الآيات التي ذكر ابن كثير رحمه الله كان فيها آيات بينات ودلائل واضحات. وجاء المشركون فنزلوا شرقي المدينة قريبا من أحد، هو نزلوا شمال شرق المدينة، ونزلت طائفة منهم في أعالي أرض المدينة كما قال الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. سيأتي أن الذين جاءوا من فوق هم الأحزاب، والذين جاءوا من أسفل هم اليهود. هؤلاء كانوا في الشمال الشرقي الأحزاب، واليهود في جنوب المدينة، جنوب الشرقي أيضا. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين وهم نحو 3000 وقيل 700، وأسندوا ظهورهم إلى سلع جبل ووجوههم إلى نحو العدو، والخندق حفير ليس فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الرجالة والخيانة أن تصل إليه، يعني الذين على أرجلهم والذين على الخيول لا يستطيعون الاقتحام. وجعل النساء والذراري في آطام المدينة، الأبنية المرتفعة الحصون. وكانت بنو قريظة وهم طائفة من اليهود لهم حصن شرقي المدينة، ولهم عهد من النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قريب لهم عهد وذمة وهم قريب من ثمانمائة مقاتل. فذهب إليهم حي بن أخطب النضري فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد ومالوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظم الخطب وضاق الحال كما قال تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. استكمل غدا إن شاء الله. هل يجوز الخروج من المعتكف لإلقاء خطبة جمعة إذا لم يكن اعتكافا واجبا؟ فهذا يجوز ولكنه قطع للاعتكاف، ومن لم يكن له بديل في عمل كهذا وجب عليه أن يؤدي فرض الكفاية مقدما على الاعتكاف الذي هو سنة. إن كان هناك له بديل
فالأمر واسع، معلوش حاجة، فاته الفضل، لكن ممكن يكون الفضل اللي فاته ده يعوضه بخبز الجمعة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.